الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم جميعا. النهاردة كبسولة جديدة عن تبديد منقولات الزوجية. وتبديد منقولات الزوجية قد يكون على الطريق المدني أو الجنح أو الشرعي، يعني قدام المحكمة الجنائية، قدام محكمة الجنح، أو قدام المحكمة المدنية، أو قدام محكمة الأسرة. من حقك تطالب في 3 محاكم بأي طريقة تختارها. كل طريقة ولا رسومها ولا إجراءاتها بتختارها. في قدام محكمة الجنح، يا إما بجنحة مباشرة يا إما بجنحة غير مباشرة. وإذا كانت الجنحة بتعملها بصحيفة وبتقدمها، بتبقى مدعي مدني في الصحيفة بقدر الادعاء المدني بتاعك، وهنشرحه دلوقتي ليه. إذا كان بمحضر عن طريق الشرطة، بتعمل نفس الحكاية من أول جلسة أمام المحكمة، بيتحدد لنظر الجنحة، بتعمل إيه؟ بتقدم القايمة مرفقة بحافظة مستندات، وتدعي مدني بمبلغ يفوق النصاب الانتهائي للمحكمة. وهأكد على دي ليه؟ وأوضحها ليه؟ لأن دي خطأ فادح بيقع فيه بعض المحامين الشباب لتوفير جزء من الرسوم في المبلغ اللي بيدعي بيه، وتفاجئ ان القضية لو خدت براءة او خدت قرار ما عجبوش، ملوش حق استئناف الشق المدني، يبقى بيضيع حق موكله عشان يوفر 20-30 جنيه ولا 50 جنيه، يوفر يضيع حق موكله. وده خطأ جسيم بحذر منه ان محدش يعمله. ادعي مدني دائما بأكثر من النصاب اللي انتهى المحكمة الجزئية، ولو بجنيه، 10,000 واحد، 5,000 واحد، لو بجنيه النصاب اللي انتهى بقى 15,000، يبقى 15,000 واحد. انا بأكد اهو، عدي النصاب اللي انتهى المحكمة عشان يكون لك حق استئناف الدعوة المدنية، او حتى لو ادين المتهم اللي انت شاكيه واستأنف الحكم بتاعه، يبقى لك حق الحضور امام المحكمة الاستئنافية. ما تبصش المحكمة الاستئنافية في الدعاء بتاعك وتلاقيه في حدود النصاب اللي انتهى المحكمة اول درجة، وتقول لك مالكش حضور قدامي يا استاذ، عشان انت دعواك المدنية انتهت معاك في محكمة اول درجة. ده للخطأ الجسيم، ده الخطأ الفادح ده، عشان نوفر 20-30 جنيه ولا 50 جنيه رسوم. طبعا انا بأكد على الحكاية دي لان بتحصل اخطاء كتير من وراها، وبيحصل مشاكل من وراها. فدي بخصوص الادعاء المدني. وطبعا المطالبة المدنية بتكون بصحيفة عادية جدا، صحيفة مطالبة زي اي دعوة مدنية. وصحيفة الاسرة بتبقى المطالبة بيها زي اي دعوة من دعوة الاسرة. اللي بيفرق هنا او هنا هي مجرد الرسوم، لان تحديد الرسوم في المحكمة المدنية غير محكمة الأسرة. والمحكمة هنا بتحدد قيمة وحسب ضريبة المحامي اللي بيرفع الدعوة، وحسب درجة قيضه في النقابة، ان كان نقض او ابتدائي او استئناف، بيدفع ضريبة حسب قيضه وحسب شغله في النقابة، حسب درجة قيده في النقابة. إذا كان نقض بيبقى أكبر حاجة في الرسوم والضريبة، وإذا كان استئناف عالي أقل، إذا كان ابتدائي أقل. طبعا المحامي الجدول العام مش من حقه أن يكتب صحيفة باسمه زي ما هو معروف، لازم يكون كل شيء بيعمله تحت اسم المحامي اللي بيتمرن عنده. أعزائي، أنا أحذر تحذير شديد اللهجة من الادعاء المدني في جنح التبديد أعيان الجهاز بأقل من النصاب القانوني للمحكمة. لابد أن تدعي بأعلى من النصاب النهائي للمحكمة. إذا كان 15 يبقى 15,000 واحد، إذا كان 20 يبقى 20,000 واحد، حسب النصاب القانوني تدعي بأكثر منه، عشان ومطرح ما الجنحة تروح انت ماشي معاها حقك محفوظ. اذا كنت في دعواك المدنية استأنفتها، او اذا كنت حاضر في جنحة المستأنفة والمتهم هو اللي مستأنف، يبقى لك حق الحضور، ما ترفضوش المحكمة ولا تدعي ان دورك انتهى مع محكمة اول درجة. الموضوع جد خطير خطير خطير، أأكد عليه. واتمنى ان الكبسولة السريعة دي تكون وصلت للمهتمين بدعوة تبديد أعيان الجهاز. وإلى اللقاء في كبسولة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.